مسلسل مطعم الحبايب هو هيكون من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي. 4-7 تاني مرة أكشن. واللي تعاونوا مع بعض قبل كده في 4 أعمال فنية، وهم راس السنة، كيرة والجن، ومسلسل بيمب. وأحمد مالك بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل تحقيق، واللي كان في سنة 2022. هدى المفتي بقى بترجع للدراما بعد مسلسلها الأخير وهو مسلسل مفترق طرق. ومسلسل مطعم الحبايب هتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والمسلسل هتدور أحداثه في عالم المطبخ والأكل والحركات بقى اللي كلنا بنحبها دي. المسلسل بقى هيناقش المشاكل وحياة العاملين في المطابخ وكده، وطبعا ده كله في إطار كوميدي. هيشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين زي انتصار، بيومي فؤاد، سامي مغاوري وغيرهم من الممثلين. مسلسل مطعم الحبايب هيكون من تأليف مريم نعوم ومن إخراج عصام عبد الحميد. عدد حلقات المسلسل ده هتكون 12 حلقة، وهيتعرض على منصة شاهد يوم 3 أكتوبر القادم. ولكن هنا بقى السؤال، هل مسلسل مطعم الحبايب هيكون مسلسل جيد؟ هيحقق نجاح مثلا مسلسل بيمبو بتاع احمد مالك اللي حقق نجاح كبير ولا لا؟ طبعا كل ده هنعرفه لما يتعرض المسلسل، لكن البرومو بتاع المسلسل بيوضح حاجه مهمه جدا، بيوضح ان المسلسل ده مش وحش، مبشر بالخير. ولكن طبعا اكيد بعد عرض حلقات المسلسل هنعرف اذا كان هو مسلسل حلو ولا لا. اكتبوا لنا بقى تحت في الكومنتات انتوا قولوا لنا ايه رايكم في اعلان المسلسل اللي نزل ده، وايه اكتر عمل بتحبوه لاحمد مالك وهدى المفتي، سواء فيلم بقى او مسلسل. وما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل جرس التنبيهات عشان يجي لك كل جديد اول باول هنا على قناتك قعدة سيما. وسلام.